السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، معاكم محمد تحسين. النهاردة جايب لكم قنبلة من قنابل الزمن. دي كانت الساعة دي من الساعات اللي كانت بصراحة وش الخير عليا قوي، اللي انا افهم ساعات كتير قوي. الساعة دي ساعة فريدريك كونستانت مون فيز تريبل ديت. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله؟ انا مش فاهمه بس انا هفهمه. دي ساعة تريبل ديت. تريبل ديت دي اللي هي 3 تواريخ يا جماعة، 3 تواريخ اهو، اللي هو ساندي ماندي اللي هو يوم اليوم في الاسبوع، يوم السبت لحد الاثنين، وده يوم في الشهر اللي هو 1 و2 و3 و4 لحد 31، وده المون فيز اللي هي تعقيدات القمر. تعقيدات القمر مش اللي هي بتبقى صبح وليل، اللي هي ترس القمر يعني ينزل والشمس تطلع، لا ده بيجي على حسب الايام. يعني يوم مثلا يوم 1 او يوم 2 تلاقي القمر بيبتدي ينزل لحد يوم 14 او 15 يبتدي يطلع تاني وهكذا. وده طبعا الفوق خالص فبراير جانيوري ديسمبر اللي هو الشهور، عشان كده بتقال عليها تريبل ديت. تريبل ديت دي ساعة يا جماعة تحفة، كانت من ساعات أحلامي اللي أنا يعني اشتريتها كده. أنا مش عارف أنا اشتريتها ازاي واللي باعها لي ازاي، بس أنا بصراحة مبسوط جدا جدا بيها. الساعة دي فعلا 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 أنا والله مراضي أبيعها نهائي، مع إنها كوارتز على فكرة. الساعة دي كوارتز، بتعمل بالبطارية، مش أوتوماتيك عشان أغلبية الناس بتحب الأوتوماتيك والكلام ده. الساعة ستال ستيل، تحفة تحفة، السلاسل بتاعها تحفة. ودي بوشر بتضغط عليها عشان تظبط الأيام، يعني تظبط يعني الأوقات دي وكده. الساعة دي أنا فعلا فعلا بحبها. الناس هنا بتقول عليها اسمها ماكينة هارلي، بس دي الناس بتقول عليها كده، بس هي مش ماكينة هارلي. أنا مش عارف يعني إيه ماكينة هارلي، هي الساعتية أو الساعتية اللي هنا بيقولوا عليها كده. بس الماكينة دي ماكينه، دي معموله هاوس موفمنت، ان هاوس موفمنت في فريدريك كونستانت. يعني الساعه دي مش قليله، الساعه دي يا جماعه ثمنها $1000 او حوالي $900 او يعني من 800 ل $1000 حاجه زي كده في بعض المواقع. الساعه دي ان هاوس موفمنت، يعني فريدريك كونستانت هي اللي بتصنعها بايديها في المصنع بتاعها. الساعه دي قويه جدا، انا بصراحه قاعده معايا اهي دلوقتي سنتين. انا اشتريتها ويعني وراحت مني في مره، واشتريتها ورجعتها تاني، اشتريتها من اللي بعتها له. الساعه دي استحاله انا اسيبها تاني، انا بحبها جدا. المقاس بتاعها 40، المقاس تحفه، هي تعتبر شبه كلاسيك. 40 ده كويس جدا، انا بحبها بصراحه في اللبس اللي هو مثلا ايه، لابس مثلا بدله بتبقى شيك جدا جدا جدا، وبالذات الناس اللي بتفهم في الساعات بتحب قوي الساعه دي. دي من ضمن الحاجات الفريدريك اللي انا وقعت فيها. انا يا ريت كنت بصور كل شويه الساعات اللي انا بشتريها وببيعها. دي ساعه فريدريك كونستانت زي ما انا بقول لكم، تريبل ديت كوارتز مون فيز. تريبل ديت كوارتز مون فيز دي فريدريك كونستانت. اتمنى يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت يا جماعه اللي عنده ساعه فريدريك كونستانت ما يبيعهاش. انا بصراحه من عشاق فريدريك كونستانت، واتمنى تخلوه عندكم، عشان انا حاسس ان الماركه دي هتقدر تركب الصاروخ وتطير في السماء. فاتمنى تخليه معاكم. دي هتبقى من يعني من الحاجات الريفولوشن اللي جايه ان شاء الله، يعني من الساعات القويه جدا اللي بتركب الصاروخ وتطير يعني. بس فانا يعني حبيت اقول لكم. على فكره يا جماعه اغلبيه الساعات اللي انا بعرضها دي ساعاتي الشخصيه، انا عندي بوكس كده ممكن اورش يعني ان شاء الله يعني يجي الوقت كده واصورها لكم فيديو. حوالي فيه 12 او 13 ساعة، دي من ضمنهم. يعني انا عندي كذا ساعة تانية، وان شاء الله بقى يجي الوقت ان شاء الله انا اصورها لكم كده. ولو عايزين اي حاجة ما قولولي، انا كده كده تحت امركم في اي شيء. بعتولي، انا ان شاء الله هحاول احط اللينك بتاعي بتاع البروفايل بتاعي بتاع الفيسبوك على اليوتيوب. اي حاجة كلموني يا جماعة عليها، وانا كده كده تحت امركم. بس شكرا جدا يا جماعة، شكرا جدا.